ايوه يا مستر. بص يا جماعه، احنا عندنا سيكشن اولاني اللي هو نو كالكليتر، كالكليتر از نوت الاود. السيكشن ده قد ايه؟ 20 سؤال. 20 سؤال يا مريم. فير سكرين اتعمل ولا لا؟ تعمل كام دقيقه؟ 30 minutes. ومعيش كالكليتر. طب السيكشن اللي بعده، السيكشن اللي بعده انا عندي 38 سؤال. كام في قد ايه؟ في ساعه، 60 minutes. اللي هي ساعه. خلاص، وهنا تمام. كالكليتر required عادي، كالكليتر allowed عادي. خلاص. طيب الجيومتري انا هعمل له الحصه اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هتبقى ريفيجن على الجيومتري كله، بس هتبقى حصه طويله شويه. خلاص، تمام. يلا بينا يا مريم. بيقول لي ايه؟ ابراهيم is x years old. جميل، قال لي جميل is 7 years younger. طب لما انا لما ابراهيم اكس ييرز وجميل اصغر منه بسبع سنين، يبقى جميل كام سنه؟ جميل أصغر من إبراهيم ب7 سنين. اه، وده اكس، ابراهيم اكس، يبقى جميل كام؟ اصغر منه بسبعه، يعني اقل منه بسبعه، يعني هطرح من سن ابراهيم سبعه، صح ولا لا؟ صح. يعني هيبقى جميل ايه؟ اكس ماينس 7. المشكلة لو انا دلوقتي عندي 27 سنة، انتوا اصغر مني بسبع سنين، يبقى انتوا عندكم كام؟ 20 سنة. عملتي ايه عشان تجيبي ال 20؟ 20 27 ماينس ايه؟ ماينس 7. نفس القصة، بس دي عشان اكس، ده اكس، يبقى ده. وجميل اصغر منه بقد ايه؟ بسبعة، يبقى جميل قد ايه؟ اكس ماينس 7. السؤال بقى بتاعه بيقول لي in 5 years from now، يعني كمان خمس سنين، جميل ده هيبقى عنده كام سنة؟ كمان خمس سنين. هزود عليها 5. الله ينور عليك، باخد جميل اهو دلوقتي اعمل مستر سامعيني يا جماعة؟ اي مستر كده. تمام. تمام، هو بس النور قطع، بس يلا تمام كده مع بعضينا. يلا، يبقى مريم بتقول ايه؟ كمان خمس سنين من دلوقتي الاكس ماينس 7 ده هيزيدوا خمسة، صح يا مريم؟ صح. فيبقوا ايه؟ اكس ماينس 7 بلس 5. يلا يا مريم، حاضر. هو الاكس طب كده هنعمل الإشارات هتبقى بإيه؟ ماينس 7 بلس 5 نيجاتيف 2. يبقى اكس ماينس اكس 2. ماينس 2 ان الانسر بي 10 على 10. انا هغلس عليكم شويه، مش هساعدكم قوي، ها بس عشان تفكروا، عشان لازم الفتره الاولانيه دي بحل اهو معاكم، بس لازم الفتره الاولانيه دي هغلس عليكم شويه في موضوع ان انا مش هساعدك قوي وانت بتحل، عشان ايه؟ بسيبك تفكر انت اكتر. ماشي، ابراهيم وجميل. مريم قالت لي ابراهيم معايا يا حبيبه، معايا يا يمنى. اه يا مستر معاك. جميل اصغر منه بسبعه، يبقى جميل كام؟ اكس اكس ماينس 7. كمان خمس سنين من دلوقتي، يبقى اكيد ده بلس 5. اكس ماينس 7 بلس 5، يبقى كمان خمس سنين جميل هيبقى اكس ماينس. ماشي ماشي، يلا يا حبيبه. يلا يا مستر. بيقول لي among the following order the pairs which one is a solution of the system. هو أول حاجة بيقول لي لازم الواي يبقى أكبر من الإيه؟ من الاكس. ومش بس كده، ده لازم الإكس دي لما أعمل لها نيجاتيف تقلب تبقى أكبر من الواي. إيه ده بقى؟ طب تعالي نشوف أول تشويس. هل أول تشويس ده الواي فيه أكبر من الإكس؟ أو أه، نفع أول حاجة. طب تاني حاجة، نيجاتيف إكس أكبر من الواي؟ نيجاتيف اكس اللي هو نيجاتيف 1 اللي هي 1 اكبر من او اكبر 10 على 10 بقى الأنسر بتاعتي. ايه. طب هل الباقي ما ينفعوش او ما ينفعوش؟ تيجي نجرب مبدئيا كده في ماشي. بي، هل الواي اكبر من الاكس؟ لا يبقى اصلا بي غلط من اول حاجه. طب في سي، هل الواي اكبر من الاكس؟ او طب هل نيجاتيف اكس اكبر من الواي؟ لا ما انت نيجاتيف اكس هنا يا جماعه هتعوض لا مكان بون الاكس،
1، فنيجاتيف نيجاتيف 1 تبقى ب1. هل 1 اكبر من 2؟ لا لا، فعشان كده غلط برضه. طب تالت واحده دي، هل واي اكبر من اكس؟ اه طب ماشي، بس هل نيجاتيف اكس اكبر من واي، يعني نيجاتيف 0 اكبر من 1؟ لا لا، يبقى برضه غلط. مين اللي نفعت في الاثنين؟ ايه مين اللي تشويس بتانسر بتاعتي؟ ايه دي لو هتتحل بالشكل ده، لو عايزين نحلها بطريقه بروفيشنال بقى اعلى شويه، نعمل ايه؟ هنعمل كري... هنعمل آه... نعمل اكس واي كوردن بلان كده، واي اكبر من الاكس ده لما اجي اكتبها كان ايكواليتي، اكتبها ازاي؟ اعمل الاول اللاين اللي اسمه واي ايكوال اكس، واي ايكوال اكس ده عباره عن لاين السلوب بتاعه بكام؟ اعمل اكتر من كده طيب، السلوب بتاعه بكام؟ يا مستر، الأسلوب بتاع ايه؟ ماشي، بقول لكم لو انا عايز اعملها بطريقه بروفيشنال شويه، واي اكبر من الاكس ده انيكواليتي ارسمها ازاي؟ ارسم الانيكواليتي دي ازاي؟ هشوف اللاين اللي اسمه واي ايكوال اكس الاول، واي ايكوال اكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن لاين، اللاين ده السلوب بتاعه بكام؟ وان الست بتاعه زيرو طب اما اجي ارسمه عنده بوزيتيف سلوب، السلوب بتاعه ب1، بس ده بيقول لي واي اكبر من الاكس، فما اجي ارسمه ما قاليش اكبر منها او ايكوال، فما اجي ارسمه ارسمه دوت ده. ماشي ايش طيب جميل، بيقول لي اكبر من، اشيد فوقيه ولا تحتيه؟ اكبر يبقى من فوق. فوقيه صح، فوق الجزئيه اللي فوق دي كلها شايدها صح. طيب تعال نرسم الانيكواليتي التانيه، طيب واي اصغر من او ايكوال لنيجاتيف اكس، واي ايكوال نيجاتيف اكس ده عباره عن لاين السلوب بتاعه بكام؟ نيجاتيف 1 والواي انترسبت0 يلا طبعا اكبر من اصغر من او ايكوال، يبقى هعمل اللاين بولد ده عادي. بص الناحيه التانيه كده عشان السلوب بتاعه بالنيجاتيف، بيقول لي اصغر من، يبقى شايد تحتيه ولا فوقيه؟ تحتي. يبقى انا الانترسكشن ما بين الشيدنج اللي بالاصفر والشيدنج اللي بالاخضر حصل فين؟ حصل هنا صح؟ الانترسكشن هنا في الجزئيه دي صح؟ دول الجزئيه دي هو نيجاتيف 1 و0 بس، هو اللي هيقع هنا، عشان نيجاتيف 1 و0 ده يبقى هنا بوينت عامله هنا كده، موجوده في الانترسكشن ولا لا؟ ما بين التو شيدنجز. موجودة اه، بس هي مش سي، ممكن تبقى موجودة برضو. نيجاتيف 1 و2، انا معاكي انا معاكي انا معاكي في ده، بس انا بقول لك يعني مين اللي تضمني 100% انها موجوده؟ اصل انت ايه اصل انت اصل انت سي نيجاتيف 1 و2 شاطره جدا والله، شاطره جدا والله، لان نيجاتيف 1 و2 انت تمشي نيجاتيف 1 وتطلعي 2، بس انت هنا اصلا اللاين ده، اللاين ده وانت بتحطي له بوينتس، اللاين اللي بالاسود ده هو ده صح؟ وانا بحط له بوينتس، لما الاكس ب لما الاكس ب1 عند الاكس بنيجاتيف 1 الواي بكام؟ يعني اللاين اللي اسمه اللاين اللي اسمه واي ايكوال نيجاتيف اكس ده عند الاكس بنيجاتيف 1 الواي بكام؟ يعني بزيرو لما ولا اعوض مكان الاكس بنيجاتيف 1، عوض لي كده مكان الاكس بنيجاتيف 1 الواي اه تبقى بكام؟ يطلع بزيرو. لا عوض لي مكان الاكس بنيجاتيف 1 كويس، مكان الاكس بنيجاتيف 1 نيجاتيف وان يبقى واي بون. واي ب1، يبقى انا البوينت بتاعتي المفروض اللي على اللاين ده تبقى نيجاتيف 1 يعني هنا، هو بقى بيقول لي نيجاتيف 1 و2 يعني البوينت دي تبقى فوقيه هنا، فبالتالي مش هتبقى موجوده في الانترسكشن ما بين التو شيدنجز. بصي هو بيقول لي البوينت دي ايه؟ نيجاتيف 1 و2، يعني البوينت دي تبقى فوق اللاين ده، فوق اللاين اللي بالاسود، فعمرها ما تقع في الانترسكشن ما بين التو شيدنجز دول. فبالتالي مين اللي اضمن 100% انها تقع في الانترسكشن ما بين التو شيدنجز؟ ايه ايه؟ نيجاتيف 1 و0. واصله ولا ايه؟ طبعا انت وصل مش هتعمل كده في الامتحان، هتجرب ماشي؟ بس انا بقول لك برضو لو انت عايز تفهم يعني جت ازاي. ها؟ مجمعه ولا لا؟ ايش يا مستر؟ ايه ده توتي؟ لا ماشي ماشي، يلا يا يمنى، شاطر يا حبيبي، يلا يا يمنى، يا مستر. يلا. بيقول لي في سيلز بيرسون ريسيفز ا بيز باي، يعني ايه بيز باي؟ يعني فلوس بيزك في الاول كده بياخدها كحاجه ثابت، عارفه انت اي موظف لما بيجي يتوظف مثلا بيقول له انت هتاخد الثابت بتاعك، في شركات كده بيقول لك مثلا انت الثابت بتاعك كذا، وكل بقى ما تبيع مش عارف ايه هتاخد كذا، وكل مثلا ما فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ فبيقول لي ريسيفز ا بيز باي اوف ايت اوف كام اوف كام يا يمنى؟ 800 يا يمنى، ايوه يا مستر، معايا ولا لا؟ ايوه مع حضرتك. يبقى البيز باي بتاعه كام؟ 800 في المانس في الشهر بس كده؟ لا قال لي اند ا 5% كوميشن، يعني كده كده كوميشن، اللي عارف عارفين يعني ايه كوميشن ولا لا؟ مش عارف اجيبها لكم ازاي بالعربي، بس كوميشن دي اللي هو مثلا لما انا اخلص لك حاجه واخد كوميشن،
ياخد نسبة من الفلوس، فاهميني؟ طيب and a 5% commission on sales، يعني مش بس بياخد ال 800، لا ده بياخد 5% على السيلز. طب بيقول لي what is the equation relating السيلز A. طب لما انا باخد 5% من السيلز، بياخد 5% من مين؟ السيلز بكام؟ يبقى هاخد 800 الثابت بتاعي بلس 5%. 5% ده اللي هو ايه على كده؟ مش على الكالكليتور، المفروض تبقى عارف ان 5% ده اللي هو ايه؟ 0 بوينت ايه؟ زيرو بوينت زيرو فايف. رد على طول يا جماعة. انا الثابت بتاعي قد ايه؟ يلا يا يوم، الثابت بتاعي قد ايه؟ 800 بلس 5% من السيلز، بيقول لي ان السيلز بكام؟ بإيه؟ يبقى 5% من الايه؟ 5% دي اللي هي ايه؟ زيرو بنت زيرو فايف. هو ده الانكم بتاعي، بيقول لي المونثلي انكم بي، يبقى المونثلي انكم اللي هو البي المفروض يبقى 800 بلس 0.05. فين الانسر بتاعتي كده؟ بي شاطر. بصي بقى، بصي بقى في سي، بصي بيلخبط لي الدنيا ازاي يا يمنى، واخده بالك؟ بيحاول يلخبطني ازاي؟ بيحط لي الايه هي اللي هنا، واخده بالك؟ اذ كان اصلا المونثلي انكم هو اللي بي، يعني المفروض اقول المونثلي انكم بتاعي بي ايكوال 0.05 اي بلس الثابت اللي هو كام؟ 800 خلاص ماشي. طب فاهمين مريم ومريم وحبيبه، فاهمين ولا لا؟ شاطره يا يمنى اه يا مريم. مستر. مستر انا ملاحظة ان التشويس على ال زي واي ايكوال ام اكس بلس بي. 10/10، ده كلام جميل جدا، ده على نفس الشكل بتاع واي ايكوال ام اكس بلس بي، والبي اللي هو الواي انترسبت اللي بنسميه الستارت او الانيشال. فعلا بديهي ولا لا؟ ده الستارت او البيزك، فاكرين لما كنت بقول لكم ان البي ده اللي هو الواي انترسبت، هو ده البيزك او الانيشال او الحاجه اللي في البدايه خالص، صح؟ ولكن الستوب بكام؟ 0.05 10/10، كلام جميل. يلا بينا نشوف اللي بعده. يلا حبيبه، if x minus 2 y plus 3 في y plus 3 اكبر من او يكوال 0، then which of x and y could verify the equality؟ طبعا دي تجربه مستر برضه. ده دوري. دكتور مريم، يلا يا مريم. يلا يا مريم، يلا يا مريم، تمام. يلا. if x minus 3 times y plus 3 x minus 2 times y plus 3 اكبر من او يكوال 0، then which of x and y could verify the inequality؟ تعويض، يلا نعوض بأول واحدة ونشوف. عوض يلا مكان تمام الاكس. هعوض مع كان الاكس ب 2. تمام هاخد كل الايكويشن من تحت. مكان الاكس يلا تشويس ايه، عوضي مكان الاكس ب 3 ومكان الواي بنيجاتيف 4، يلا شوفي هتطلع تنفع ولا لا. تمام يعني هقول 3 minus 2. 1 تمام هقول negative 4 minus negative 4 plus 3. بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1. تمام طيب مستر الصوت بيقطع. اقعد هنا ب 3 وتعود هنا بكام؟ هقعد هنا بنيجاتيف 4 3 ماينس 2 ب 1 نيجاتيف 4 بلس 3، بنيجاتيف 1 1 تايمز نيجاتيف 1. بنيجاتيف 1. هل نيجاتيف 1 اكبر من 0؟ لا اول واحده غلط، ايه اللي بعديه؟ تمام ال x ب 1 يبقى هتبقى 1 minus 2 1 ماينس 2 اللي هي نيجاتيف 1 يلا نيجاتيف بلس 3، negative 2 plus 3 هتبقى negative 1 لا 1 1 تايمز نيجاتيف 1، ب negative 1 برضو. لا ايه اللي بعديه؟ هعوض بال x ب negative 1 نيجاتيف 1 ماينس 2 negative 1 minus 2 ب negative 3 نيجاتيف و 4 بلس negative 4 plus 3 هتديني negative 1 1 تايمز نيجاتيف 3، ب negative 3 لا نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3، نيجاتيف في نيجاتيف 3. 3، 3 اكبر من 0، اكبر. هنا مظبوط. وصل؟ تمام. طيب دي الطريقة، في طريقة تانية. بصي هو هنا برضو انا بس طالب منكم بس تبقوا عارفين ان ده، ان دي عبارة عن بارابولا، البارابولا دي في الفورم اللي هي عاملة كده كمراجعة يعني يا جماعة مش اكتر، صح؟ فاكرها الفورم دي؟ كنا بنقول البي ده لو بالبوزيتيف هو مش موجود، البي تبقى ب1، تبقى البارابولا اوبن ابورد، والروتس بتاعتي او السوليوشنز هعكس اللي جوه عند 2 وعند نيجاتيف 3،
وهي اوبن ابورد يعني عامله صح؟ صح. بقول لكم بقى يعني كحاجه يعني. طيب يلا بينا بالانسر بتاعتي. حد مش فاهم يا جماعه اللي مريم عملته؟ عوضت بس. ها يا حبيبه يا يمنى. آمين يا مستر. تمام. يلا يا حبيبي. بيقول لي which of the line segments in the figure below has the largest slope؟ أكبر سلوك اللي هو بقى، احنا حلينا السؤال ده قبل كده. اه مبدئيا كده جي ده اللي هو ده او جي ده مبدئيا كده السلوب بتاعه بالنيجاتيف فمش عايزه، هو اف بارلل واي بارلل للاكس اكسس فالسلوب بتاعه بكام زيرو. فمش عايزه بقى، مستحيل يبقى اللارجست. فكده الحيرة بتاعتي ما بين ده وده وده، مين فيهم اكتر واحد واقف ناحية الواي اكسس؟ اف فين الانسر؟ اف ايه بتضايق لو انا مثلا عايز بقى اتاكد، مضطر اعمل ايه يا مريم؟ مضطر اعمل ايه يا حبيبه؟ مضطر اعمل ايه يا يمنى؟ ان انا اخد 2 بوينتس كده، هنا 3 و1 وهنا 6 و8 و2، واجيب السلوب هيطلع 1 اوفر 3. اخد 2 بوينتس من الاتش ماشي، اللي هو نيجاتيف 1 و0 ماشي و1 و1، واجيب السلوب هيطلع بهاف y2 ماينس y1 طبعا اوفر x2 ماينس x1 يطلع بهاف. اخد 2 بوينتس هنا نيجاتيف 4 و1 وهنا نيجاتيف 3 و2، واعمل y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1 يطلع ب1. يبقى اعلى سلوب فيهم ال1 ولا الهاف ولا التلت؟ اكيد ال1. الانسر ما كنتوش معايا ولا ايه؟ شرحتها يا مريم يا حبيبه. معاك يا مستر. ايوه يا مستر. سمعتوني انا بقول الكلام اللي فات ده ولا لا؟ اه يبقى لو انا متضايق ممكن اخد 2 بوينتس كده، ادي بوينت دي كام وكام؟ 6 وايه؟ حد بيرد عليا ليه؟ يا حبيبي ما ترد يا حبيبي ما دورك. وده بوينت دي كام وكام؟ 6 و 2 ودي 3 و 1. اجيب الاسكوب y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1 يطلع الاسكوب بتاعي بتلت. واضح ان هي اقل واحده، بس باين بيني وبينكم ان هي نايمه ناحيه الاكس اكسس، انما دي ابتدت تعلى شويه ناحيه الواي اكسس، ودي هتبتدي تعلى قوي، فدي اكتر حاجه طبعا. ها؟ ماشي ماشي يا مستر. يلا يلا يا يمنى. أي يا مستر. بيقول لي اكس بلس واي ايكوال ايه بلس بي، وايه اكس ماينس بي واي؟ دي مسألة طبعا مديني داتا كتير، لان انا هنا هساوي الاي اكس اللي هو الاي والكوفيشنت بتاعها بالاي والكوفيشنت بتاعها، يعني ده هيساوي ده، فبالتالي اي اكس ايكوال اي باور 2 صح ولا لا؟ لايك تيرمز ايكوفالنت لبعض، هودي الاي هناك بالديفايدد فهتبقى الاكس ايكوال اي باور 2 اوفر اي. اي باور 2 اوفر اي بكام؟ باي، يبقى الاكس ايكوال اي. فين الانسر؟ دي بس دي مش محسوبة دي عشان دي سهلة، انا هنا ماشي. بساوي equivalent لبعض تحل اللي بعديه، لان دول معلش يعني ده مديني داتا زياده اصلا، انا هنا معلش يعني عندي الاي اكس بيساوي الاي باور 2، ليه سويتهم؟ لان ده اي والكوفيشنت بتاعه وده اي والكوفيشنت بتاعه فساويهم ببعض، فاي اكس يكوال اي باور 2، اي باور 2 ده اللي هو اي تايمز اي معلش يعني، فممكن اطير ده مع ده ويديني اكس يكوال اي على طول. ماشي يلا يا يوم. In the XY plane above, line G is perpendicular to line F. طالما بيربنديكولار على بعض يبقى انا لو معايا الاسلوب بتاع واحد اقدر اجيب الاسلوب بتاع التاني ولا لا؟ اقدر. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي وات از ذا فاليو اوف ام؟ طب انا دلوقتي الاثنين بيربنديكولار على بعض، انهي لاين فيهم اللي معايا 2 بوينتس كاملين عليه؟ لاين اف. هاتي لي الاسلوب بتاع اللاين اف من خلال ال 2 بوينتس الكاملين. تمام. هعمل 2 ماينس 1 اوفر 0 بلس 1 هيبقى اللي هي ب 1. 1. طب لما السلوب اب 1 يبقى السلوب بتاع اللاين اللي بيربنديكولار عليه بشقلب وغير الساين هتبقى ماينس 1. ماينس 1.
اعمل فيها كاني بجيب السلوب بتاع لاين جي اللي انا اوريدي عرفته انه بكام. ماينس 1 يلا اجيب ازاي، دي معاكي 2 بوينتس، ادي بوينت اي ودي بوينت اي. يلا تقولي مين ماينس مين عايزه. هعمل 2 ماينس ام اوفر 2 بلس 2 اللي هي 4، كل ده ايكوال للسلوب اللي هو كام؟ نيجاتيف 1 وادي ال 4 هناك بالتايمز. يعني هتبقى 2 ماينس ام ايكوال نيجاتيف 4 وادي 2 ده هناك بالماينس. تمام هتبقى m equal negative m equal negative 6 غير النيجاتيف مع النيجاتيف. تمام m هتبقى equal 6 شاطرة يا يوم، شاطرة يا يوم. جماعة فاهمين اليوم عملته ولا لأ؟ اه مستر 10/10. يلا يا مريم ايوه مستر يلا بينا. بيقول لي اف واي نحلها بطريقتين دي، ها نحلها بطريقتين دي. اف واي ايكوال اكس باور 2 ماينس 3 اوفر اكس بلس 2 and x not equal negative 2 then y equal x minus m plus 1 over x plus 2. هو ال y بيساوي ده وال y بيساوي ده، فأقدر أساوي ال y'تين ببعض ولا لأ؟ يا مريم أيوة يا مستر أقدر فأساوي x minus 3 على x plus 2 x plus 2 equal ب x minus m ماشي plus 1 over ماشي x plus 2 جميل. ودي هو عايز ال m طبعا، ودي ال 1 over x plus 2 ده هناك بالماينس ماشي. تمام يبقى تمام x باور 2 ماينس 3 على x بلس 2 على x plus 2 minus 1 over x plus 2 كل ده ايكوال x ماينس m، ما x دول كومن، minus m دول كومن دينومينيتور اصلا صح؟ اه صح كومن دينومينيتور واحد ماينس 3 ماينس 1 ماينس 3 ماينس 1 4 اقول يوم 3 ماينس 4 ماينس 3 ماينس 1 negative negative 2 يا مريم. ماينس 3 ماينس 1 بكام؟ نيجاتيف 3 شلنا منها 1 فبقت نيجاتيف كام كده؟ هتبقى نيجاتيف 2 يا مريم مع نيجاتيف 3 شلنا منها 1 تاني فهتبقى كام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 شلنا منها 1 هبقى كام؟ نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 4 هكتب هنا اكس باور 2 ماينس 4 اوفر اكس بلس 2. ده كده ديفرنس بتوين 2 ايه؟ سكويرز. ديفرنس بتوين 2 ايه؟ تو سكويرز بتفكر ازاي؟ مره اعمل روت هنا واعمل روت هنا، مره اكس بلس 2 ومره ايه؟ اكس ماينس 2 كل ده اوفر اكس بلس 2 ايكوال اكس ماينس ام. غير الاكس بلس 2 اللي فوق مع الاكس بلس 2 اللي تحت هيتبقى لي ان اكس ماينس 2 ايكوال اكس اكس ماينس ماينس 2 اوفر تبقى ام بكام؟ ام 2 اجين بقى معلش معايا تاني من الاول في الطريقه دي عشان هنقول بعديها الطريقه التانيه بس معايا اجين. ووطي التلفزيون لو تعرف معلش لو تقدري توطي التلفزيون. تمام يا مستر يلا بينا اكس واي ايكوال اكس باور 2 ماينس 3 على اكس بلس 2 واي ايكوال ده سوينا الوايتين ببعض صح؟ اه وبعدين هنودي ال 1 اوفر اكس بلس 2 ده هناك بالايه؟ بالنيجاتيف بصي بقى عايزين بقى نجمعها بسرعه، ماينس 3 ماينس 1 بكام؟ 4 لا قولي لي نيجاتيف 4، قولي لي نيجاتيف، نيجاتيف لازم تبقى 4 ماينس 4 لازم، نو واي تبقى 4 خلي بالك ماشي. يلا في اكس باور 2 ماينس 3 ماينس 1 تبقى ماينس 4، كل ده اوفر اكس بلس 2 عشان هم عندهم كومن دينيتور، كل ده تمام ايكوال اكس، كل ده ايكوال اكس x ماينس minus m 3. طب اكس باور 2 ماينس 4 ده ديفرنس بتوين تو ايه؟ سكويرز. two ديفرنس ايه؟ two سكويرز. squares طب اعمل ده روت وده روت، ده يديني اكس وده يديني 2، يبقى مره افكها مره اكس بلس 2 x مره ايه؟ plus two مرة x minus two كل ده اوفر ايه اصلا؟ over x plus two اكس بلس 2 دي هتروح مع اكس بلس هتروح 2 مع دي x plus two دي فقال ان هتبقى الاكس x minus two ايكوال x minus m
تبقى الام بكام؟ تو. شاطر. دي اول طريقه. تاني طريقه ان انا اعملها فاكرين اللونج ديفيجن ولا مش فاكرين، اعمل دي لونج ديفيجن عادي بساوي اللي تحت بزيرو واسولف فور اكس، اعملها ديفيجن عادي لونج سنسيتيف ديفيجن، اساوي اللي تحت بزيرو واسولف فور ايه فور اكس اكس، يطلع الاكس بكام؟ الاكس بتو. ازاي بس؟ طب ازاي؟ يعني اكس بلس 2 ايكوال 0، هودي 2 ناقص بالماينس، فتبقى اكس ايكوال كام؟ نيجاتيف تو، وبعدين اعمل حرف الايه؟ ال، حرف ال اكتب النيجاتيف 2 دي فين؟ بره اكتب الكوفيشنس جوه بالترتيب، الكوفيشنس بتاع الاكس باور 2، بون الكوفيشنت بتاع الاكس موجود اصلا في الرقم، بون، الكوفيشنت بتاع الاكس، الاكس مش موجوده اصلا، يبقى بزيرو بعدين رقم الكونستنت، نيجاتيف ثري بعدين ابتدي انزل ال 1 واعمل مالتبلاي نيجاتيف 2 باي 1، ب نيجاتيف ون. 2 تايمز 1 نيجاتيف 2 تايمز 1، اي حاجه في 1 بنفسها، اي تمام، حاجه بنيجاتيف تانيه تو اكتب النيجاتيف 2 تحت الزيرو واعمل ايه؟ ادي بلس 0 ونيجاتيف 2، نيجاتيف تو نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف فور، نيجاتيف، لان ده نيجاتيف في نيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف هي تمام البوزيتيف، فور اكتب الفور تحت النيجاتيف 3 واعمل ادينج نيجاتيف 3 و4، نيجاتيف ون، ده الفور هو اللي بلس، الفور هو الكبير، تمام يبقى سفن. يا ماري بس انا نيجاتيف بتلخبط في الحتة دي بصي في طيب، لما الإشارات، نيجاتيف 3 بلس 4 لما يبقى عندهم ديفرنت ساينز كده، تمام الكبير ماينس الصغير، وحطي الاشاره بتاعت الكبير، تمام اعملي كده الكبير ماينس الصغير 4 ماينس 3، one حطي الاشاره بتاعت الكبير، الكبير الاشاره بتاعته ايه؟ positive، بوزيتيف 1 ماشي؟ تمام انما لما يبقوا عندهم سيم ساينز زي مثلا ما قلت لك، لما جيت قلت لك نيجاتيف 2 ماينس 1 اجمعيهم على بعض 2 1، ماشي. 3 حطي الساين بتاعتهم اللي هي نيجاتيف 3 negative 3 ماشي؟ فلو نيجاتيف اوكي 3 بلس 4 هيديني 1، من اليمين للشمال بنكتب ايه؟ بنكتب ده الريميندر وده الكونستنت وده الاكس صح؟ صح. طب انا انا الريميندر كده كده هو كاتبه لي واخد بالك؟ 1 over x plus 2 ناقص لي ايه بس؟ ناقص لي اكتب مين؟ الكوفيشنت بتاع الاكس كام؟ 1، يبقى اكس 1 كونستنت negative 2 يبقى اكس ماينس 2، يبقى انا الانسر بتاعتي المفروض تبقى اكس ماينس 2 بلس 1 اوفر اكس، هو كاتب بقى مكان ال، مكان ال 2 كاتب مكانها ايه؟ ام فالام تبقى بكام؟ تو واضحة؟ واضحة. طيب حبيبة ويومنا فاهمين؟ شاطرة يا مريم، حبيبة ويومنا فاهمين؟ يا مستر طيب يلا حبيبة، يلا حبيبة، يلا يا مستر. بيقول لي which of the following is equivalent to the expression shown above، بصوا بقى المسألة دي، ايه الحاجة، ايه الحاجة الكومن فاكتور اللي ممكن اخدها من هنا ومن هنا ومن هنا؟ اكس ايه الكومن فاكتور؟ اكس، شاطرة والله، اكس ما اقدرش اخد اكس باور 2 اللي ما اقدرش ما يكفيش صح؟ لا مش هينفع. طيب اخد الاكس هيتبقى لي من اول جزئية، 4x باور 4 شاطرة جدا، ومن تاني جزئية 16x باور 2 y باور 2 من تالت جزئية بلس 16y باور 4. طبعا بدور عليها مش صح؟ نعم ممكن نعملهم divided 4. ديفايدد 4 بقى، ما انا بقول divided 4 بقول لك مش ديفايدد 4، divided A2. بصي هو من الواضح ان هو عامل باور 2، انا ممكن هنا اشغل دماغي عليه يعني اقول له ايه؟ اقول له ماشي انت خدت الاكس كومن فاكتور انت هنا واخد لي الاكس باور 2 فاقول له انت هنا غلط، فالانسر بتاعتي يمين يمين يمين، يا ايه يا سيتي. انا المفروض وانا بفك ده يديني ده صح؟ طب انا لو جيت افك ده الفيرست باور 2 فيرست يبقى 4 اكس باور 4. مظبوط، طب والسكند باور 2 المفروض يديني ده، لا مش هو. مش هو يبقى مش هو ده الانسر، طب هات لي ده، هات لي ده، فك لي دي الفيرست باور 2 4 اكس باور 4 مظبوط، طب ده
16 واي باور 4. مظبوطة برضو. طب الفيرست تايمز السكند تايمز 2 عشان اشوف هو الانسر اللي في النص ولا لا. 2 4 8 16 في هي هتبقى هي دي سي. ماشي الانسر بتاعتي، الانسر بتاعتي، سي الانسر بتاعتي سي. انما بص دي لما اجي افك دي الفيرست باور 2 تبقى 16 مش هينفع. يا جماعة، فاهمين اللي حبيبي بتعمله ولا لا؟ مريم بصي يا مريم، بصي بصي يا يمنى، هي حبيبة خدت الاكس كومن فاكتور عشان هي الحاجة اللي موجودة في كل تمام دول، فتبقى لها 4 اكس باور 4 من هنا، وتبقى لها هنا نيجاتيف 16 اكس باور 2 واي باور 2، وتبقى لها من هنا 16 واي باور 4. بعد كده انت خلي بالك ممكن تعملي ايه، طالما هو عاملها باور 2 فانت ممكن تاخدي ده تعملي سكوير روت ليه، فهتيجي كام؟ 2 اكس باور 2، وتاخدي ده تعملي سكوير روت ليه، فهتيجي كام؟ تبقى 4 فور باور. باي باي باور تو. شوفي اي واحده في دول بقى اللي فيها اولها 2 اكس باور 2 اخرها 4 واي باور 2، مفيش غير دي. سي واضحه؟ واضحة. طبعا فاكرين اكيد عشان هي حبيبه فاكره، بس اظن برضو مريم ويمنى فاكرين ان انا لما باجي افك مثلا ايه ماينس بي باور 2 بفكها ازاي؟ بقول الفيرست تيرم باور 2 وبعدين الفيرست تايمز السكند تايمز 2 وبعدين السكند باور 2، صح؟ صح. اوكي يلا يا يمنى. يلا يا يمنى، يا يمنى، يا يمنى. طيب يلا، the graph of origin is a curve of an increasing function f. What is the solution of f of x minus 1.5 equals 0? f of x. هي ال f of x دي اللي هي ال y صح؟ جميل، يبقى ماشي، وادي وادي ال 1.5 هناك بالايه؟ بالبوزيتيف هتبقى 1.5 نعم 1.5، تبقى equal وانت قلت لي ان الاف اوف اكس هي هي الايه؟ ال y. يعني واي ايكوال 1.5، واي ايكوال كذا، ده عباره عن لاين خابط الواي عند كام؟ واي ايكوال ايا كان، واي ايكوال 1.5 ده عباره عن لاين خابط الواي عند كام؟ 1.5 ماشي، ارسم لاين خابط الواي عند 1.5، ادي 1.5 دي هيعمل انترسكشن، هو عايز الاكس بتاعت البوينت دي كام هتبقى بقى؟ بزيرو. فين الانسر؟ ايه مش هتجيب لي اللي بعديها كمان. ها لان هنا ماشي. يا جماعه اف اوف 0، بصوا بقى لو انا جيت عوضت يمنى قالت الانسر 0، ها فصح لو عوضت مكان الاكس 0، بصوا كده اف اوف 0 ماينس 1.5 ايكوال 0 مظبوط. ليه؟ لان ادي 0 اهي، الاف بتاعها بكام؟ محدش بيرد ليه؟ محدش بيرد ليه؟ يا جماعه ما تردوا عليا، ادي 0.5 0، ادي 0 اهي، الاف بتاعها بكام؟ ب 1.5، 1.5 1.5 ماينس 1.5 بزيرو. يمنى، صح؟ ماشي ماشي، هاتي يمنى اللي بعديها، ده طبعا اكسبوننشال جروس، طبعا ده اكسبوننشال جروس، فبيقول لي لما الاكس عماله تزيد الواي كمان بتزيد، فبيقول لي لو الاكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي الاف اوف اكس اللي هي الواي هتابروتش ايه برضو؟ هتبقى positive infinity برضه، هتبقى مش choice D. مش محتاجة دي. طيب يلا بينا يا مريم، أيوة يا مستر. بينا planning maintenance for a city infrastructure a civil engineer estimates that starting from the present the population of the city will decrease by 15% بس كل قد ايه؟ كل 25 years if the present decrease population يعني ايه اللي صح؟ decrease. طيب ال present population كام؟ ايه 40,000. بيقول لي which of the following expressions represent the engineer's estimate of the population of the city 10 years from now. هو انا now دلوقتي قد ايه؟ انا ال present بتاعي قد ايه؟ كام population؟ 40,000 هيزيد ولا يقل؟ هيقل تايم از 1 بلس ولا تايم از 1 ماينس؟ ماينس يزيد، يقل كام في المية؟ 15. كل ده باور هنا هو بيقل 15% بس كل كام سنة؟ 25 years. هو بيقول لي بعد تي ييرز، يبقى انا لازم اعرف التي ييرز دول فيهم كام 25 ييرز، عشان اعرف التي كام 25 ييرز اقسم ولا اضرب؟ اضرب يعني مثلا لو انا قلت لك ال 50 ييرز فيهم كام 25 ييرز؟ فيها 2.
عملت لهم تايمز ولا عملت لهم ديفايدد؟ divided. يبقى اقسم صح؟ يبقى انا عشان اعرف years فيهم كام 25 years اقول t over ايه؟ t over divided 25. جميل. 1 minus 15% دي ال 1 ده اللي هو 100 over 100، حد مختلف معايا؟ لا تمام، minus 15 over 100. 100 ال minus 100 هتروح مع الوقت. 100 minus 15. لا انت بتعملهمش 85. تايمز عشان تطيري حاجه مع حاجه. تمام، 85 over 100، 85 over 100 دي اللي هي ايه؟ 0.85، ممكن اشيل دي كده واكتب مكانها ايه؟ 0.85. يلا هاي تشوف لنا كده الانسر بقى. هتبقى دي لا بالله عليكي مش بعد ما حطينا، سهلة سهلة خلاص ركزي. اوكي، هتبقى سي. ايوه كده، انت هنا في دي عايزة تعملي الباور على الانيشال. لا طبعا. ها كده تمام، نبتدي يا مريم، يلا بينا عايزة تاني دي عشان نسألها تريك. انا الانيشال بكام؟ 40,000 زاد ولا قال له؟ قال له يبقى ماينس. لا يبقى تايمز 1 ماينس. ها تمام، تايمز 1 ماينس كام؟ 15 over 100. بيقل 15% بس كل 25 سنة، يبقى انا لازم اعرف ال years دول فيهم كام 25 years، يبقى اعمل t over ايه؟ 2 over 25، 1 ماينس 15% دي اللي هي 0.5 40 0.85 تايمز 0.85 باور تي اوفر 20. over c over 25. وضحت؟ تمام، شاطر يا مريم حبيبة ويومنا فاهمين. يا مستر. ماشي يلا حبيبة. In the xy plane the parabola with the equation ده intersect the line with the equation ده at two points A و B. What is the midpoint of A B؟ وانا لو معايا بوينت A اللي هي البوينت اوف انترسكشن، لو اعتبرت بوينت A دي مثلا الكوردينز بتاعتها اكس و اكس و اكس 1 وواي 1، وبوينت B الكوردينز بتاعتها اكس 2 وواي ايه 2، لو قدرت اجيبهم ساعتها هجيب الميد بوينت ازاي؟ الميد بوينت ده مش محتاج احفظه كرول، هو سهل قوي. انا كل اللي انا بعمله ان انا بقول اكس 1 بجمع الاكستين دول واقسم على 2، واجمع الوايتين دول واقسم على ايه يا اتنين حبيبي؟ على مناسب اتنين. برد اهو. يا ماشي يلا خلاص. طيب بس انا محتاج اجيب بوينت ايه ومحتاج اجيب بوينت بي، اجيبهم ازاي؟ هم دول البوينتس اوف انترسكشن صح حبيبه؟ جميل. ات بوينت اوف انترسكشن، فاكره الرول ده؟ ات بوينت اوف انترسكشن ايه؟ لا نسيت. واي ايكوال واي. ات بوينت اوف انترسكشن ايه؟ واي ايكوال واي الواي الاولانيه بكام؟ اكس ماينس 6 اول باور 2 ايكوال الواي التانية اللي هي بكام؟ 4. اعمل روت هنا وروت هنا، الروت ده يطير الباور 2 فيديني اكس ماينس 6 مرة ايكوال 2 واكس ماينس 6 مرة ايكوال ايه؟ نيجاتيف 2 وادي ده النكبة البوزيتيف، فتبقى اكس بكام؟ اكس ايكوال 8. اول بوينت اوف انترسكشن الاكس بتاعها ب 8، طب الواي بتاعها كده كده بكام؟ 4 وتاني بوينت اوف انترسكشن الاكس بتاعها بكام؟ 4 4. والواي بتاعها 4 يبقى ادي ايه بوينت ايه وادي بوينت بي، وعايز اجيب الميد بوينت بتاعها نعمل اكس بقى 1 بلس اكس 2 اوفر 2 8 و 4 12 5 اوفر 2 6 4 و 4 8 اوفر 2. 4 فين الانسر؟ دي دي الطريقة التاتا تاتا خالص، دي الطريقة التاتا تاتا. طب الطريقة السريعة، بس أنا هقول الطريقة تاتا تاني برضه، أو دي الطريقة المضمونة يعني عشان برضه ما نغلطش في الطريقة، الطريقة كويسة. بص هنا المفروض بقول at point of intersection
اجيب البوينتس اوف انترسكشن الاول، لان هو قال لي ان هم عملوا انترسكت في تو بوينتس اي وبي، اجيبهم ازاي؟ اقول ات بوينت اوف ما تنسوش بقى الرول ده عشان مهم قوي، ات بوينت اوف انترسكشن ايه؟ and answer تقول answer بقول ما تنسوش الرول ده عشان مهم قوي، ات بوينت اوف انترسكشن ايه؟ ال y equal y ماشي، الواي الاولانيه بكام؟ x minus 6 or power 2 ال y الواي التانية ايكوال 4 بصوره، هعمل روت هنا وروت هنا، فيطلع مره اكس ماينس 6 ايكوال روت 4 اللي هو 2، يا اما اكس ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 2. لو اكس ماينس 6 ايكوال بوزيتيف 2 اهو، دي ده هناك، فتبقى اكس ايكوال كام؟ 8. لو اكس ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 2 اهو، دي ده هناك، فتبقى الاكس ايكوال كام حبيبه؟ هتبقى equal 4 لما الاكس ب 8، يا اما اخد الاكس اللي بيدي اعوض بيها هنا فطلع الواي، يا اما الواي انا كده كده عارف ان هو بكام، 4 وهنا برضو الواي عارف ان هو، يا اما اخدها اعوض بيها لو متضايق. ماشي، طب انت كده طلعت بوينت ايه وطلعت بوينت بي، انت عايزه الميد بوينت بتاعها. أو طب انا حطيت لك 8 و4 اهو عشان يلخبطك، بس انا لا عايز ده ولا عايز ده، انا عايز الميد بوينت. بنجيب الميد بوينت ازاي؟ x1 بلس x2 اوفر 2 over 2 8 و4، 8 و4 12 اوفر 2 ب 6، يبقى الانسر بتاعتي هي دي 4 و4 8 اوفر 2 ب 4، انسر ايه؟ اقول الطريقه السريعه، جاهزين؟ اقول الطريقه السريعه، قول يا ها مستر يلا بينا. بصوا كده الطريقه السريعه دي حلوه جدا برضو. انت دلوقتي عندكم دي بروبلا صح؟ اكس ماينس 6 باور 2 دي صح؟ البروبلا دي مكتوبه على انهي فورم؟ حد فاكر؟ حبيبه فاكره يا حبيبه مريم، فاكره يمنى يا يمنى يا حبيبة يا جماعة؟ ما بتردوش عليا ليه؟ ليه بتعب في ان انتوا ايوه يا تردوا؟ مستر الاي بكام؟ بون والكي بكام؟ بزيرو يبقى انا دلوقتي البرابلا دي اوبن ابورد ولا اوبن داون وورد؟ اوبن اب الابورت والفيرتكس بتاعتي عند كام وكام؟ وان وزيرو لا، بعكس اللي جوه وبكتب اللي بره زي ما هو. كام تمام وكام؟ كام وكام؟ صفر زيرو كام؟ كام وكام؟ بعكس اللي جوه وبكتب اللي بره زي ما هو، اقول اكتر من كده؟ 6 في 0 زيرو اهي، واوبن ايه؟ ابورد. واللاين التاني اللي اسمه واي ايكوال 4، ده عبارة عن لاين خابط الواي عند كام؟ 4 لاين بالعرض كده، خابط الواي عند 4، فعمل انترسكشن مع السيركل هنا، مع البرابولا هنا وهنا. هي هو بقى طالب مني ايه؟ طالب مني الميد بوينت. خلي بالك ان انت هنا اللاين ده اسمه واي ايكوال 4، يعني البوينت دي في 4، يعني الواي هنا في 4. ها ماشي، هو عايز بقى الميد بوينت بتاع الكلام ده، عايز ده الميد بوينت ده، الاكس بتاعته زيها زي الاكس بتاع مين؟ الفيرتكس. والواي بتاعها كده كده واي ايكوال كام؟ فور الانسر ايه؟ ماشي يا جماعه، تايم يلا يا يمنى. تايم بيقول لي ان ذا رايت ترانجل بيلو، وات از ذا لينس اوف بي سي؟ عايز تايم اللينس بي بتاع سي بي ده سي. هاي بوتنس شاطر، تمام فأنا هجيبه من من الزاوية بتاعة بصي الفورتي الفنان، سوري تمام هستخدم ساين ولا كوزاين ولا تان؟ هستخدم ساين ليه؟ عشان الساين هو اللي هيربط لي الجيفن، الجيفن اللي هو اوبزيت، على والهايبوتنس هايبوتنس اللي هو ريكوايرد اللي هو طالبه مني صح؟ طيب يبقى اقول 40 ايكوال الاوبزيت اللي هو بكام؟ 3 على الهايبوتنس اللي انا مش عارفه اللي هو مين؟ بي سي طب انا عايز بي سي، اعمل ايه؟ طب انت دلوقتي لو عندك 2 ايكوال 8 اوفر كام، لو انت عايزه تجيبي اوفر كام ده تعملي ايه؟ التايمز
يعني انا يعني انا اعمل 2 تايمز 8 عشان يديني ده 16، وساعتها 8 اوفر 16 بيديه 2. لا طبعا سوري، هعمل ديفايد. مين اللي ديفايدد مين؟ 3 ديفايدد ساين 40 فين الانسر؟ سي. او لو انت متضايقه بقى، بصي شايفه ساين 40 دي اعتبرها ساين 40 اوفر ايه؟ وان اعمل مين تايمز مين اوفر مين عشان اطلع ده؟ احنا قلناه كتير هعمل قوي، 1 تايمز 3 اوفر ساين 40. 1 تايمز 3 ب 3 اوفر ساين 40 يبقى 3 اوفر ساين 40، صح؟ تمام. فيها مشكلة؟ لا تمام. فاهمين يا جماعة؟ لا يومنا شاطرة والله، لأن هي جمعت معايا في الحل، بتحل كويس يعني، كانت في الشرح ما بتردش كتير بس في الحل شاطرة جدا. يلا، فهي يومنا يا جماعة بتقول إيه؟ بتقول إن الأنجل أهي هو الجيفن أوبزيت بالنسبة لها، والريكوايرد اللي هو طالبه هايبوتنس بالنسبة لي، فأنا عايز أعمل علاقة ما بين الأوبزيت اللي هو الجيفن اللي مدولي والهايبوتنس. فقالت لي يبقى أعمل، يبقى الحاجة اللي بتعمل لي علاقة ما بين الأوبزيت والهايبوتنس الساين. فقالت لي هعمل ساين 40 ايكوال الاوبزيت اللي هو بي 3 على الهايبوتنس اللي هو البي سي. طب انا عايز اطلع البي سي، قالت لي يبقى ساين 40 دي هي ساين 40 اوفر 1، واعمل ده تايمز ده اوفر ده. بس خلي بالكم موضوع اوفر 1 بقى وده تايمز ده اوفر ده مؤقتا كده لحد ما تتعودوا، بس يعني مش مستاهله. يعني انت المفروض تقول خلاص انت عايز تطلع البي سي بتعمل ده ديفايد ده تطلع لتحت. ها معايا ولا لا؟ ايوه يا مستر. الشاشه ده عليها ميه. ماشي طيب. يلا مريم، تمام يا مستر. بيقول لي the angles above are acute and the sine A بيساوي cosine B لما sine angle بتساوي cosine الثانية، ده معناه ان مجموعهم كام؟ فاكرين الرول ده؟ لازم يا جماعة 90 الكلام ده يتراجع. ايوه كده، ايوه كده. مين اللي قال 90؟ مريم شاطر يا مريم جدا. لما ساين انجل بيساوي كوزاين الثانيه يبقى مجموع الانجلز دول ايه؟ 90 يعني ايه بلس بي بيساوي ايه؟ بيساوي 90 اي بكام؟ A ب 11 negative 11 اي بكام؟ 2M minus 11 بلس البي بكام؟ ال بي 5M plus 10 كل دول المفروض ان مجموعهم كام؟ 19 90 2m و5m 7M negative 11 و plus 10 21 negative 11 plus 10. انت جمعتيهم ليه؟ انت بتجمعيهم في حاله ان هم عندهم same signs، انما قلت لك لما يبقوا different signs الكبير ماينس الصغير وحط الساين بتاع الكبير. تمام 11 minus هتبقى 10 1 ب 1، بس حطي الساين بتاع الكبير، الكبير بنيجاتيف بنيجاتيف. اوكي يبقى ايه؟ نيجاتيف 1 ودي بقى يلا، ايكوال 90 عايز الام هو، ها ودي النيجاتيف 1 ده نقبل ايه؟ بالبوزيتيف يبقى 7 ام ايكوال ايه؟ ايكوال 90 بلس 1 ده هي يعني 91 ودي ال 7 هناك بالايه؟ بالنيجاتيف. طب النيجاتيف ازاي بالله عليكي؟ لا انا ده 7 تايمز ام يا مريم، ده 7 تمام تايمز، يبقى ودي ال 7 هناك بالايه؟ بال divided ايوه كده، فتبقى الام ايكوال ايه؟ 91 divided اوفر 7 over 7. اني واحد، انا معيش كالكليتور هنا. تمام طب الانسر بتاعتي 91 اوفر 7، يعني مش 181 اوفر 7 صح؟ لا ومش 1 اوفر 7 صح؟ لا واكيد ده بوزيتيف وده بوزيتيف، فلما يتقسموا على بعض اكيد مش هيديني نيجاتيف، فهتبقى بي تبقى دي. بس المفروض ان انا برضو اتعلم اعملها لونج ديفيجن، ادي 91 اوفر 7. 9 على 7 فيها كام؟ ال 9 فيها كام 7 ماكسيموم؟ فيها واحدة. one لو معاكي 9 دولارز وعايزة تدي واحد تدي كذا واحد، اخرك تدي واحد فيهم بس. ف1 1 تايم 7 seven اعمل ماينس 9 ماينس 7 two نزل ال 1 21 ديفايد 7 فيها 3 انسر. 13 وصلت؟ أوف ايه على فكره هنا حتى يا مريم، حتى انت قلتي مش مستوعبه
سهل ان انا اعمل لونج ديفيجن. انا معلش طلعت الانسر 91 اوفر 7، يعني الانسر اكيد مش هتبقى 181 اوفر 7، ولا هي 1 اوفر 7، ولا هي بالنيجاتيف. ولا تبقى الانسر ايه؟ بالنجف، هتبقى ب 13. 13. لا مش هتبقى من نيجاتيف، هتبقى 13. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا يلا يا حبيبي، شاطرة يا مريم، شاطرة والله. يلا يا يلا يا حبيبي. مستر، بيلينج ذا يلا. رايت ترابيزويد اباف. اه ده ترابيزويد، يعني هنتكلم برضو على على الجيومتري، بس خلينا بس نشوف السؤال ده سهل جدا ما فيهوش حاجه. بيقول لي ان ذا رايت ترابيزويد اباف وات از ذا لينث اوف اكس؟ عايز ده ماشي. هعمل كونستراكشن انزل كده ده، وبالتالي ده كمان هيبقى ايه؟ اكس يبقى الناحية التانية، ده 3 يبقى فوق 3. فهنعمل فوق عشان نجيب الاكس، عايزه تقول ان ده 3، فهيبقى ده كمان 3 صح؟ فالحتة اللي فوق هتبقى 3، فهنعمل روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2. هيديني تطلع 3 ايه؟ تطلع 4. 4 5 10 على 10. 10 على 10، شاطر يا حبيبي. يبقى الاكس اللي تحت المفروض تبقى 4. ايوه شاطر، 10 على 10. بص يا جماعه حبيبي، قالت ايه؟ بص يا جماعه، هي بتقولي ان ده اكس، فانا عملت كونستراكشن بس مساعده اهو، انها واضحه ومساله بتتكرر كتير قوي، فهتبقى دي كمان ايه يا جماعه؟ اكس يا كمان. فلو قدرت اطلع دي تبقى هي دي، مش يا مريم؟ مش يا يمنى؟ طيب ده كده 3، فيبقى اللي في وشه ده كمان هو ايه؟ هو كمان كام؟ 3. ده كده كله 6، والحته دي بس 3، تبقى الحته المتبقيه دي كمان كام؟ 3. واياكوا حد يجي يقول لي هنا الحته دي ازاي ب 3 والحته دي ب 3، ازاي دول قد بعض؟ عشان هو ايه اللي فيجر نوت درونتو ايه؟ تو سكيل. يعني مش معنى ان انا بقول لك ان دي ب 3 ودي ب 3 يبقى انت لو جيت تقيسهم ده بكام وده بكام بالمسطره هيطلعوا ايكوال لبعض. لا طبعا فيجر نوت درونتو سكيل. ها طيب قرب لي بقى هنا، لما انا طلعت ان ده ب 3 وده مش عارفينه وده ب 5، بالبايثاغورس اقدر اجيب ده ولا لا؟ فاقول روت الهايبوتنس اللي هو ال5 باور 2 ماينس الليج دي اللي هي ب 3 باور 2 يديني كام؟ ماشي يلا يا يمن. بيقول لي if 2x minus 3 equals 0 what is the value of 7 over، معيش كالكليتر، ها 7 over 3x plus half. هاتي لي الاكس اللي معوض بيها، يعني هاتي لي الاكس من الايكويشن اللي فوق دي. ادي 3 هناك بالايه؟ يبقى 2x equal، ادي 2 هناك بالايه؟ بديفايدد فاكس ايكوال ايه؟ 3 اوفر 2، يعني ممكن اشيل الاكس من هنا احط مكانها ايه؟ 3 اوفر 2. يلا بينا نعمل كده. هكتب الايكويشن دي بس هشيل الاكس واكتب مكانها 3 اوفر 2. ها فتبقى 7 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2 بلس هاف. طيب هتقولي دي بقت صعبة، هقول لك لا، ده ال 3 تروح مع مين؟ 3 فتبقى 7 اوفر 2 بلس هاف. ده عندهم كومن دينومينيتور والدنيا جميلة، تمام، فأقول أدي هتبقى 8 over 2 اللي هي 4. إيه الحاجة دي؟ لا تمام، نقولها تاني معلش، أنا هنا معيش كالكليتور. أه بس طالما معكش كالكليتور تلاقي الأرقام بتتظبط مع بعضها. يعني إيه؟ يعني أنا ويمنى هنا ودينا ده هناك بالبلس، فبقت 2x equal إيه؟ 3 وديت ال 2 هناك بالديفايدد، فبقت الإكس، طلعنا الإكس، طلعنا الإكس ب 3 أوفر 2 2، خدنا الاكس اللي ب 3 اوفر 2 دي رحنا عوضنا بيها هنا، فبقت 7 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2. طبعا ما حدش يعمل لي بلس الهاف الاول، لان انا عندي حاجه اسمها الاوردر اوف اوبريشن اللي هو البيم داس. يعني ايه البيم داس؟ يعني البي اللي هو البراكتس الاول، وبعدين الاكسبوننتس، وبعدين المالتيبليكيشن والديفيجن، وبعد كده الاديشن والسبتراكشن. يعني لو قدامي ان انا اعمل ادنج وقدامي ان انا اعمل مالتيبليكيشن، بعمل المالتيبليكيشن الاول. ها اتفقنا؟ 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 ما حدش بيرد. اتفقنا؟ بص انا محتاج اعيد، تمام. محتاج اعيدها 5 مرات عشان حد يرد عليا. ماشي 7 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2 بلس هاف تايمز 3 مع 3 هيتبقى لي مين على مين؟ 7 over 2 هتبقى 7 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2. 7 و1 8، 8 هتبقى 8 اوفر 2 اللي هي 4 كده. تمام. ماشي يلا يا مريم.
مريم ايوه يا مستر، يلا بينا. يونيفور تمام. وات ريجن اوف اكس از ريبريزنتد اباف ثرو. بصوا اي حاجه فيها باور 3 كده ينفع تتعمل على الكالكليتر عن طريق مود 5 4. جربي كده يلا على الكالكليتر اعمليها لي. طب مش ده سيكشن وزارة كالكوليتور؟ عارف انا عارف بس لازم اوريكم برضو بالكالكوليتر تعملوها ازاي لو جات لكم بالكالكوليتر. اعمل لي مود 5 4 مود اوكي بعدين 5 وبعدين 4 وابتدي اكتبوا الكوفيشنتس 1 بي ثواني كوبر. هجيبها. ماشي يعني. اول ما تجيبي مود 5 4 قولي لي. يا جماعة كل ده بتعملوه مود 5 4 يا جماعة. تمام يا مستر، عملتها. بنبتدي نكتب الكوفيشنس بقى 1 equal نيجاتيف 2 بعدين equal 2 equal نيجاتيف 4 equal. عامل زيرو ايكوال ولا خلاص كده؟ خلاص ايكوال بقى ايكوال ادتني اكس، ادتني اكس 1، ادتني 2، وبعد كده الاكس 2 ادتني 1.40، 1.41. واكيد في اي كمان يا جماعه انقلوا لي بس اللي كتبه لكم، انقلوا لي اللي كتبه لكم بس مش طالب منكم اكتر من كده. 1.4، ايوه بعد كده كاتب لي 1 و4 وارقام كتير كده، في اي في الموجود في اي هتلاقي في اي في اي الاخر. صح. يعني ده مش ريل يعني ده كده مش هو بيقول لي فور وات ايه فور وات ايه ريل. ريل. يبقى مش صعب ده. اعملي ايكوال تاني هيطلع لك حاجه فيها اي برضه. ادتني نيجاتيف 1. هتلاقي فيها اي صح يبقى برضه مش هناخدها. طب فين الانسر بتاعتي الريل الوحيده؟ فين الانسر الريل الوحيده؟ الريل الوحيده فين؟ الريل التو الوحيده 2. طب ده لو معايا كالكليتر، لو معيش هبتدي امسك دي كده ادور على كوم. هل في اي كومن فاكتور يا جماعه؟ حد شايف اي كومن فاكتور؟ يا مستر. ماشي ما انت الجزئيه دي فيها اكس والجزئيه دي فيها اكس والجزئيه دي فيها اكس بس الجزئيه دي ما فيهاش الاخيره دي ما فيش اكس. اتصرف ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها فاكتورينج باي جروبينج. فاكرين لما قلناها في درس الاكسبريشن ان انا هنا بقسم المساله ده جروب لوحده وده جروب لوحده. ماشي يلا يلا يا تمام، مريم. اعلى كومن فاكتور ممكن اخده هنا مين؟ التو الاكس باور 2. هيتبقى لي ايه من هنا؟ هيتبقى لي اكس باور 2. انا واخد اكس باور 2 ودي اكس باور 3 بتبقى لي اكس تمام، بس. هيتبقى لي اكس، تمام، وهنا و تو اتبقى لي اكس. ايه؟ وهنا اتبقى لي 2 بس لان انا واخد الاكس باور 2 دي. تمام، اتبقى لي ايه؟ 2 بس. تو بس بلس هنا اخد ايه كومن فاكتور؟ التو فترة هيتبقى لي من أول جزئية؟ هتبقى لي اكس ويبقى لي من تاني جزئية؟ تو ماينس 2. ماشي كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. أنا ظهر لي الكومن فاكتور اللي موجود في المسألة كلها، إيه الحاجة اللي موجودة قبل البلس وبعد البلس؟ ال تو اكس لا في حاجة موجودة قبل البلس وموجودة بعد البلس، مين هي؟ الاكس ماينس 2. هاخده هو ده الكومن فاكتور بتاع المسألة كلها بس ما كانش واضح لي في الأول. هاخده هيتبقى لي إيه من أول جزئية؟ هيتبقى لي اكس باور 2 جزئية 2 كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يعني بقول بقى هنا يا إما ده هيساوي زيرو يا إما ده هو اللي هيساوي ايه؟ هيساوي اكس باور 2 بلس 2 ايكوال 0. ده اللي سوى زيرو تبقى الاكس بكام؟ الاكس ب 2 لو ده اللي سوى زيرو
الاكس هتساوي روت نيجاتيف 2 اللي هو نوت ريل، قلت له انا يهمني الريل بس، فاقول له الانسر كام؟ اللي هو الاكس ب2. تاني بقى، تاني بعمل حاجه فاكتورنج باي جروبينج، يعني انا عندي هنا اكس باور 3، عندي هنا اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2، او بصي كده بصي كده مريم معلش انت حظك بيجي بقى في المسائل التريكي شويه، اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 4 ايكوال 0 بلس 2 اكس ماينس 4 ايكوال 0. فجينا ندور انا ومريم على الكومن فاكتور مش لاقيينه، طب نتصرف ازاي؟ قالت لي يبقى احنا ممكن هنا ممكن نعمل جروب كده لوحده، الجروب ده لوحده والجروب ده لوحده. الجروب الاولاني ده اللارجست كومن فاكتور فيه مين؟ اكس باور 2. لو خدت اكس باور 2 هيتبقى لي ايه من هنا؟ اكس باور 3 هتبقى على اكس، هيتبقى لي اكس بس، ويتبقى لي من هنا؟ نيجاتيف 2 اكس باور 2 على اكس باور 2 هيتبقى لي نيجاتيف 2 هتبقى بس، لي 2 نيجاتيف نيجاتيف 2. بلس. هنا هاخد ايه كومن فاكتور؟ هناخد ال2. ال 2 لما اخد ال2 اكس هيبقى هتبقى اكس ادي اكس، اخد النيجاتيف 4 اقسمها على 2 ماينس بلس ماينس 2 2 كل ده ايكوال 0. يكون 0. كده ظهر لي الكومن فاكتور اللي في المساله كلها اللي كان مختفي، مين هو؟ اكس ماينس 2 اخده لو خدته كومن فاكتور يتبقى لي من اول جزئيه، هتبقى لي اكس بار 2 يتبقى لي من تاني جزئيه،2. يا اما ده ايكوال 0 ساعتها الاكس ب2، يا اما ده ايكوال 0 ساعتها الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 2، يعني الاكس هتبقى بتساوي روت نيجاتيف 2 ده نوت ريل. نيجاتيف اللي هو نوتريل، هناخد اللي هي الاكس ب2. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، اه يا مستر خلاص. يلا بينا حبيبة. يلا يا مستر. بيقول لي for what value of B does the equation ده single real solution for A. خلي بالك المسألة دي عامة فيها غلطة، بس أنا فاهمكم فكرتها إيه، مع إن هو عمره ما هيكررها، ويعني خلاص يعني هو ده كان غلطاته اللي كانت في الأول، بس حاولوا تركزوا كده تفهم فكرته برضو عشان لو هو فكر يغلط بحالة زي كده. بيقول لي for what value of B does the equation ده have a single real solution for A. طيب أنا هنا دي عبارة عن إيه؟ الإيكويشن دي بتاعت إيه؟ مش مجمعة؟ ايه حد لينير مش لينير أبدا ولا طبعا، ده كوادراتيك اي اكس كوادراتيك؟ على شكل اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس بي بلس سي. ايوه الجنرال فورم صح. نعم الجنرال جنرال فورم، الله ينور عليك جنرال فورم. فبالتالي انا دلوقتي على شكل اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، طول ما دي برابولا فانا في احتمال عندي ان البرابولا دي لو عملت كده ففي احتمال يبقى عندي كام سوليوشن. السوليوشن اتنين هو بيقل تلاتة تلاتة تلاتة. الاكس انترسبت ثلاثة، ازاي مستحيل اه السوليوشن قصدك السوليوشن ده الاكس، الفكرة اللي هو الانسر، يعني في الاخر يبقى احتمال يبقى عندنا كام حاجة. لا السوليوشن هو الاكس انترسبت في كام واحد. اتنين جميل، فطول ما انا طول ما انا برابولا في احتمال ان انا يبقى في كام سوليوشن، اتنين صح؟ ممكن تبقى عامله كده البرابولا وما يبقاش فيه سوليوشن اصلا، ممكن تبقى عامله كده فيبقى فيه وان سوليوشن بس. السوليوشن يا جماعه ماليش دعوه بده، انا السوليوشن اللي هي بخبط كام مره في ده، ها؟ فلو انا ماشي عامل مثلا هيبقى عندي كام سوليوشن، هو واحد. واحد لو انا عامل كده مفيش، اثنين لو انا عامل كده اثنين اتنين، بس طول ما انا برابولا في احتمال ان يبقى فيه تو سوليوشنز، انما لو انا لاين هو سوليوشن واحد صح؟ او طيب كده كده لو انا لاين هيبقى فيه هو سوليوشن واحد. طب ازاي احول ده للاين؟ لازم اطير الاي باور 2 ده، شايف الباور 2 لازم اطيره، عشان اطير الاي باور 2 لازم البي تبقى بكام؟ بزيرو. لازم البي تبقى بكام؟ زيرو. عشان الزيرو يتضرب في الاي باور 2 فيطيرها لي، فبالتالي يبقى عندي ايه بس؟ لا لا تاني تاني، طول ما انا برابولا فكرته هنا ان انا طول ما انا برابولا في احتمال ان انا يبقى عندي تو سوليوشن، هو عايز يبقى عندي كام سوليوشن بس؟ عايز يبقى واحد. واحد بس. فانا محتاج اطير حته ان انا بقيت برابولا، يعني عشان اطير ان انا بقيت برابولا لازم الاي باور 2 دي تطير صح؟ اه وعشان الاي باور 2 تطير لازم البي يبقى بكام؟ زيرو. انا محتاج اطير الايه، فبيقول لي فور وات فاليو اوف بي، يعني البي تبقى بكام عشان ده يبقى عنده سينجل سوليوشن.
زيرو. فاهميني؟ انت مثلا لو البي ده ب 2 ماشي؟ لو البي ب 2 معايا؟ ايوه ساعتها تجيب السوليوشنز هتقولي ايه؟ هتقولي لو عملتيها حتى على الكالكليتور عملتيها مود 5 3 هيطلع لك 2 سوليوشنز. لو البي ب 1 برضو، لو البي ب 3 برضو. جميل؟ ولكن انا هنا عشان اتاكد ان انا عندي 1 سوليوشن بس للاي محتاجه اطير دي كلها صح؟ وعشان اطير دي كلها البي محتاج يبقى بكام؟ زيرو. زيرو. ساعتها لو دي طارت ساعتها هيبقى في 1 سوليوشن للاي ولا لا؟ تعالي نشوف كده. اعملي يلا 2a minus 3 equal 0 يبقى 2 a وساعتها equal 3، والاي يبقى بكام؟ a equal 3 over 2. وهو سوليوشن واحد ولا لا اهو؟ واحد صح الكلام؟ صح. ماشي يلا بينا يا يمنى اخر سؤال. يمنى ما تقوليليش انت مش سامعانا كل ده، ما تقوليليش. السلام مستر، مع حضرتك. تمام ماشي يلا. if a باور 2 بلس b باور 2 ايكوال 20 و a تايمز b ايكوال 8 then what is b minus a باور 2؟ بنفك دي ازاي يلا؟ هتبقى بي باور 2. الفيرست تيرم باور 2 شاطرة. بعد كده هتبقى ايه؟ نيجاتيف 2 اي بي. شاطرة جدا. عملت ايه عشان تقولي نيجاتيف 2 اي بي دي؟ عملتي فيرست تايمز سكند تايمز ايه؟ 2 تايمز 2. يلا بعدين السكند باور 2 يلا اي باور 2. بلس اي باور 2 صح؟ هو عايز الريزلت ده، هو عايز ده اللي هو فكناه بقى ده صح كده؟ تمام. هو مديني ال A باور 2 بلس B باور 2 ب 20. كده كده مديهم، اشيلهم كده واكتب مكانهم كام؟ هو مديهم لي 20 ماينس 2. ال A B مديهم لي بكام؟ ب 8. شكرا. يلا 2 تايمز 8 ب 16، 20 ماينس 16. بفور يا جماعة فاهمين ولا لا؟ شاطرة جدا يا يمنى والله مبسوط بيكي. حبيبة فاهمة. ومريم مريم يا مريم بصي كده مريم، بصي يا حبيبة نقولها تاني كده معلش. أنا هنا يمنى كل اللي عملته إن هي مسكت ده فكته، فقالت لي الفيرست باور 2 وبعدين الفيرست تايمز السكند تايمز 2 بي تايمز ماينس اي بماينس اي بي تايمز 2 بنيجاتيف 2 اي بي وبعدين السكند باور 2 ببلس اي باور 2. جميل. فقالت لي طب انا هجيب ده ازاي؟ راحت هي خدت بالها من حاجه جميله، قالت لي ايه؟ خدت بالها من ان الاي باور 2 بلس بي باور 2 دول كده مديهم لي اصلا فوق بكام؟ ممكن اشيلهم واكتب مكانهم ايه؟ 20. ماينس، ناقص لي كده ماينس 2 اي بي يعني ماينس 2 صح يا مريم؟ صح يا ايوه حبيبي. اي بي دي بقى بكام مداني؟ بقيت يبقى 20 ماينس 2 تايمز 8 يعني 20 ماينس 16 يعني. 4 4. واصله ولا في مشكله؟ اوصل هناخد بس 5 أسئلة من السكشن ده عشان المرة اللي جاية